مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ بعتذر على التأخير عن آخر فيديو عملته، كان تقريبا أول السنة الماضية، وهلأ عم أعمل فيديو جديد أول السنة الجديدة. أولا كل عام وأنتم بخير. اليوم الفيديو رح يكون عن الألوان المائية، بعض التقنيات اللي ممكن نستخدمها بالألوان المائية. أنا بستعمل ورق كانسون للألوان المائية. طبعا نوعية الورق كثير مهمة، لانه ممكن نستخدم هذا الورق العادي تبع الطباعه A4. هذا كثير بغب مي وبيجعلك الورقه، فنوعيته سيئه للالوان المائيه، فانا بنصح باستخدام ورق الكانسون Water Color Drawing. اولا عندنا اكثر من نوع الوان مائيه، عندنا العصارات وعندنا الالوان المائيه الجافه مثل هيك، وعنا الألوان المائية اللي بتجي أقلام. كيف يعني أقلام؟ يعني ألوان بترسم فيها وبتحط فوقها مي فبتمد. أنا أكثر شيء بحب استخدم هاي الألوان الناشفة، ونوع الألوان اللي بستخدمها فيبر كاسل. طبعا في أظرف من فيبر كاسل، في كوي أنا ما استخدمتهم بس كتير بسمع إنهم كتير جيدين، بس هدول لهم زمان عندي وما كانوا يخلصوا، فبحضل استخدمهم لحتى يخلصوا. هلا في كتير برشات للالوان المائيه، بصراحه انا ما كتير جربت استخدام البرشات كلها، هي كل برش لها ضربه وكل برش لها طريقه استخدام، بس انا كتير بفضل هذا النوع من البرشات اللي بصراحه ما بعرف شو هذا الشعر، اذا هو بلاستيك او شعر حيوانات، ما بظن شعر حيوانات، made in China، ما لها اي نوع معين، بس هيك. وبفضل بالرسم اني استخدم البرش المدورة، هي بتغب مي. هدول البرشات بيكونوا لتعبئة المساحة الكبيرة. طبعا هلا حنشوف كيف. انا عادة بستخدم برش اصغر من هاي حجمها 18. انا بالعادة بستخدم برش بهالحجم تقريبا، 4 3 او 4 او 5 ممكن، بس مو اكبر من هيك. في كمان هذا النوع من البرش، هذا حلو اذا بدنا نرسم شجر. It's cool, very cool. نستخدم الألوان المائية، طبعا في شغلات لازم نكون مجهزينها من قبل، مثل في شغلات لازم نجهزها من قبل، اللي هي المي. طبعا بده يكون عنا علبتين مي. يعني there's too many things on my table and that's annoying, just let me clean this up. Okay, now it's clean, very clean, very clean. احنا رح نحتاج علبتين مي، واحدة للبرش الموسخة وواحدة للبرش بعد ما ننظفها، واكيد رح نحتاج لمحرمة تكون دائما قدامنا مشان ننشف البرش فيها. او ممكن لغب اللون. anyway، هلا في طريقة كتير حلوة لأنه نعمل إطار، يكون إنه إذا بدنا اللوحة بشكل مربع ففينا نستخدم أي لاصق، أي نوع لاصق، بس قبل ما نحطه على الورقة مشان ما ننزع الورقة فمنمشيه على قماشة، نحطه هيك على قماشة، فبلم الوبر اللي على القماش، بصير بس نحطه على الورقة بصير نزعه كتير سهل، وما بينتف الورقة ونحن عم نقيمه. This here. كمان في عنا البرش الكوي، هاي بتكون المي معباية بقلبها، بنفتحها من هون نعبيها مي، من هون نفتحها نعبيها مي وبتكون المي بقلبها. انا الكوي مو كتير متعودة عليها فما كتير بستخدمها، سو ما رح احكي عن الكوي كتير، بس اتعلم عليها وبعلمكم. You guys. Okay. هاي البرش اجت مع الالوان. Faber Castell. It's written on it. Yep.
هاي براش جت مع علبة الألوان هاي فيبر كاسل. عنا أكثر من طريقة استخدام الألوان المائية، هي ال wet on wet، يعني إنه تكون الورقة مبلولة والريشة مبلولة، and wet on dry إنه تكون الريشة مبلولة والورقة جافة. wet on wet لما نحط، لما نحط ماء على الورقة تمام وناخد لون، نحط هذا اللون على الورقة، شفتوا كيف بمد؟ بيعطي تكستشر كثير حلو. اوكي شايفين كيف اللون لحاله بفوت وبمد. فينا نستخدم اكثر من لون طبعا، مو ضروري لون واحد. مثلا انا هون استخدمت الازرق الغامق، راح احط معه بنفسجي. طبعا بلشت الورقه تنشف ما عاد مد كتير. wet on wet. فينا نستخدم طريقه wet on dry والورقة ناشفة. مثلا باخذ نقطة مي، بنشف البرش على الأخير، ما بخليها مبلولة، بختار اللون اللي بدي إياه. مثلا حاختار هذا الأخضر، باخذ لون وبحاول إنه حتى البرش خليها ناشفة مو مبلولة، وبجرب على الورقة wet on dry، الورقة جافة كمان. اوكي ايزي، كتير سهل الموضوع. طيب هلا انا لونت هاي المنطقة كلها، بعدين ذكرت انه يي لا انا بدي اعمل هايلايت، نسيت اعمل هايلايت. فانا حنظف البرش تماما من المي، امسحها بالتيشو بالمحرمة، وارجع اعمل فوق مكان اللون بالبرش الناشفة، ننظفها برجع اسحب اللون، اسحب اللون. حلات الالوان المائية انه فيكم تلعبوا فيها كيف ما بدكم. يعني انا بستغرب من الاشخاص اللي بيستصعبوا الالوان المائية، الالوان المائية كثير استخدامها حلو، بس بده انه الشخص يجرب، يكون له مزاج يقعد يجرب. هلا هاي الورقة لو ما كانت كانسون كانت كتير رح تعذبني ورح تكبتل وانا عم اسحب اللون، كانت حتكبتل هون وحينتزع الورق، بس لانه الورق كانسون فهو بيغب المي. اوكي هلا ممكن انه نستخدم الالوان المائيه لنعمل بوك مارك، وعلى فكره عمل البوك مارك كتير سهل، ما ضروري الواحد يحط money waste money. don't waste your money darling. make your own bookmark. ما بدي الواحد ضيع مصاري على الفاضي، فيكن انتو تعملوا bookmark خاص فيكن. منجيب ورقة مستطيلة، منبل البرش بالمي. هلا هون حاستخدم طريقة wet on wet، يعني حبلها مي للصفحة كلها، بعدين اختار اللون اللي بدي اياه، رح اعمل جالكسي. هير دراير، شو كان اسمه؟ اذا حسنا الورقة كتير من بلولة فينا ننشفها بمحرمة. اوكي
يعني انا بدي اعمل الدرب من الشفايف القرنة والرابة برش نظيفة وناشفة. نشف البرش يعني هذا الشيء اي شخص مبتدئ فيه يعمله. انا اللون الابيض خالص عندي فلح استخدم اكريليك ابيض عشان اعمل النجوم. استعمل هستخدم هي البراش، اخذ شيء لون ابيض. هذا بدنا نعمل ستارز، ففينا نستخدم هي الطريقه او طريقه فرشاه اسنان. سو عندي وايت بينت وبإصبعنا بنعمل هيك بس اللوحة لساتها مبلولة فما كتير حيبين. كان ممكن اختار الوان اغمق من هاي، فيكم تختاروا الالوان اللي بدكم اياها، حتى ممكن تضيفوا اصفر الجالكسي، ممكن نضيفه أصفر، ممكن نضيفه أحمر. That's a big star. هنا كمان نعمل شغلات كتير بسيطة تكون bookmark، مثل هعمل خط بسيط طلع منه عروق. Another one. We're making bookmarks. I'm cleaning my brush. My brush is clean. بنعمل دائرة صغيرة. It's very beautiful. Floral bookmark. هي ورقات عشوائية. وهلا بس قيم الورقة طبعا رح تنقم بسهولة لأنه كنت I stick it on my glove. Wet on wet. It's not dry. Wet on dry. It's dry. ما تعملوا هالحركة لأنه هي حركة جذبة. طب حندور على رسمة نلونها. ندور على رسمة نلونها. حنلون هالبنوتة بالألوان المائية. أنا عندي هاي المحاي، أعملها هيك يب، ولح نمحي الرسمة. بس طبعا ما نمحيها نمحيها، بس هيك نخلي شي شفاف بحيث انه نشوف الخطوط بس بنفس الوقت ما نجلغم. في شغلة انا بحب اعملها وقت بدي لون بورتريت او اي شيء اي لوحة، بحب اعطي الرسمة او الورقة بشكل عام بحب اعطيها لون اساس. واغلب الاحيان هذا اللون حيكون ازرق، فانا عم حطهم كمية مي منيحة. احط فوقهم ازرق فيروزي. تمام.
لحبي الصفحة. هلا باخذ اللون البشري كيف صار اللون يمد لحاله. هاي طريقة ال wet on wet. شكرا انك الإضاءة سيئة. طبعا واضح انه رسمة كتير جعلكت الورقة، بس هلا استنشاف رح يخف هذا الشيء. بدنا نتعلم عن طريقة دمج الألوان، فبدنا نجرب على ورقة خارجية، نجيب ورقة خارجية ونجرب عليها اللون، انه مثلا هذا اللون بنفسجي كيف بدي اعمله اغمق من هيك.